أبرز ما كشفته هذه المصادر، وأين يعني تقف المحادثات والنقاشات الآن قبل الحسم أو اتخاذ القرار الأخير غدا وربما طرح هذا المشروع على التصويت؟ دعيني أؤكد إيمان الآن بأن الموقف الفلسطيني والعربي من خلفه مصرون على تقديم المشروع، وإن كان هناك فيتو أمريكي يتربص به ويمكن إجهاضه أو لابد أن يجهض بالفيتو الأمريكي، ولكن الإصرار هو سيد الموقف. وهناك حديث من أن الجانب الفلسطيني سيبقى يقدم هذا المشروع كلما تسنى له ذلك، وإن كان هذا يشكل إحراجا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية. المصدر الفلسطيني الذي كشف لنا المعلومة قال بأن هناك ضغوطات كبيرة تمارس من الإدارة الأمريكية لسحب هذا القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن، طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. وقال المصدر بأن الإدارة الأمريكية بالفم الملآن أكدت بأنها ستستخدم الفيتو لأنها تعتقد بأن هذا ليس المسار الصحيح لإقامة الدولة الفلسطينية وترسيخ حل الدولتين، بل طريق المفاوضات. الجانب الفلسطيني يعتقد بأن المفاوضات أصبحت عبثية عقيمة مع حكومة كحكومة بنيامين نتنياهو الذي كان حتى في حكومات سابقة يرفض الجلوس على الطاولة للتفاوض مع الفلسطينيين حول قضايا الوضع النهائي. وبالتالي فإن العالم هو المسؤول اليوم عن ترسيخ هذا الحلم الفلسطيني على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل في الأمم المتحدة، وهذا لا يوجد له أصداء على أرض الواقع، ولكنه على الأقل يعني استثمار للمستقبل كما يقولون هنا، وأنه يمكن لهذه الخطوة أن يؤسس عليها في إطار حراك دولي أو مؤتمر دولي للسلام يجبر إسرائيل على الاعتراف والانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 67. هذا الموقف الفلسطيني الآن هو راسخ، ورد عليه أيضا الرئاسة الفلسطينية، ردت على مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وقالت المندوبة الأمريكية عفوا وقالت الرئاسة الفلسطينية بأن هذا امتحان مصداقية للولايات المتحدة الأمريكية التي تنادي بحل الدولتين. وقالت بأن القرارات السابقة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ربطت وجود دولة إسرائيل والاعتراف بها بوجود دولة عربية إلى جانبها وهي دولة فلسطين، وما لم يحدث ذلك فإن دولة إسرائيل لا شرعية دولية لها. نعم، هذا في الموقف الفلسطيني، وأيضا ربما المجموعة العربية اللي تقف وراء هذا القرار أو وراء هذه الخطوة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية دولة كاملة العضوية. ماذا عن بقية المواقف وخاصة الجانب الأمريكي، وأيضا ما يجري في الكواليس الآن في مقر الأمم المتحدة إياد؟ نعم إيمان، كما تحدث الزميل فراس، مجموعة الدول العربية مصممة بالذهاب للتصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، وليس لديها أي نية لسحب مشروع القرار وطلب التصويت على مشروع القرار أمام مجلس الأمن، حتى لو أن الولايات المتحدة كما هددت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أنها سوف تستخدم حق الفيتو، وعللت أن استخدام حق الفيتو يعود بأنه يجب التفاوض بين كل من الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل الاستقرار على قرار معين ومن ثم يأتي تصديق مجلس الأمن. لكن مجموعة الدول العربية ترى بأن الآن المفاوضات خاصة في الوقت الحالي من المستحيل أن تتم مع حكومة يمينية متطرفة تقوم بما تقوم به في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، ترى مجموعة الدول العربية بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطبق أقوالها إلى أفعال، وبالتالي من حق اليوم الفلسطينيين أن يذهبوا إلى مجلس الأمن وأن يذهبوا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ويأخذوا صفة العضو المستقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن تطبيق هذا القرار والموافقة عليه يحتاج إلى شرطين كما تحدثنا سابقا. الشرط الأول هو موافقة مجلس الأمن، والشرط الثاني هو موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. الشرط الثاني، هناك العشرات من الدول التي توافق على هذا المشروع، وبالتالي الحصول عليه سوف يكون سهل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن الشرط الأول، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك حق نقد الفيتو، فبالتالي لن يكون قادرا على المرور وأخذ الضوء الأخضر من مجلس الأمن إيمان.
لكن ما زالت هناك كذلك مفاوضات بين عدد من الدبلوماسيين في مجموعة الدول العربية والولايات المتحدة. ما فهمناه من أحد المصادر الدبلوماسية أن الولايات المتحدة ترى بأن من المبكر الذهاب إلى هذه الخطوة، لكن من الممكن أن يتم استخدامها للضغط على الحكومة الإسرائيلية في المستقبل إذا ما استجابت إلى مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن.